نبدأ بهذه الفقرة ومنروح عند أليكسي نعمة مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني تنشوف سوا شو سجلوا من عمليات بالساعات الماضية، وين تركزت بشكل أساسي، هل بعدنا عم نشهد على عمليات نقل مرضى غير المصابين وغيرها. كل التفاصيل مع أليكسي. بونجور بونجور أليكسي، صباح الخير، صباح النور. يعطيك ألف عافية، تفضل. يلا، إحصاءات الحوادث ال 24 ساعة اللي أعطاها، في عندنا 17 حادث، 23 إصابة. موزعين على بيروت حادث واحد، إصابتين. جبل لبنان 7 حوادث، 9 إصابات. البقاع حادثين، إصابتين. شمال 4 حوادث، 6 إصابات. والجنوب 3 حوادث و4 إصابات. تتوزع عندنا الحوادث بين مشاة، دراجات نارية، سيارات وشاحنات. أما الأسباب انقسمت بين سرعة، مصدر إلهاء، مشاكل ميكانيكية وانزلاقات. أما بالنسبة للمهام اللي قامت فيها فرق الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر، سجلت 410 مهمات موزعين على 221 حارة طوارئ، 160 نقل مريض عادي و29 نقل مريض من مستشفى إلى أخرى. هذا كل شيء ال 24 ساعة اللي قطعوه بويك إند لحضرتك. ميرسي لك أليكسي، بويك إند لك كمان.